عند شراء أضحية العيد. إن كنت تعاني من حمى، سعال، ضيق في النفس، قشعريرة، ألم في العضلات، صداع، التهاب في الحلق أو فقدان جديد لحاستي الشم والتذوق، تجنب الذهاب إلى أي مكان. عند الخروج من المنزل، احرص على ارتداء كمامة للاستعمال الشخصي، وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة والمكتظة، كما يجب الحفاظ على مسافة أمان تقدر بمتر ونصف مع الآخرين. عند الوصول إلى مكان شراء الأضحية، احرص على لبس قفازات ذات استعمال وحيد، وتجنب لمس الوجه. وعند المغادرة، ارمي القفازات مباشرة في سلة المهملات، واستعمل مطهر اليدين، أو اغسلهما بالماء والصابون لمدة 20 ثانية. بعد الانتهاء من عملية الشراء، ينصح الاستحمام المباشر وتغيير الثياب عند الوصول إلى البيت في ليلة ويوم العيد. في حال ظهور أي من الأعراض التي تم ذكرها سابقا، يرجى البقاء في المنزل وتجنب الذهاب إلى أي مكان. من مظاهر العيد فرحة الصغار، وفي ظل الظروف الراهنة من الواجب حمايتهم، وذلك بمنعهم من لمس الأضحية. يجتمع الكثير من الجزائريين مع الأهل والجيران في يوم العيد، لكن تحت هذه الظروف ينصح بتجنب أي تجمعات، ولذلك كل شخص مطالب بتجنب ذبح الأضحية في جماعات كبيرة مع الأهل أو مع الجيران. أثناء الذبح يرجى الحفاظ على مسافة الأمان قدر الإمكان مع الأشخاص الغير معروفين، وفي حال لزوم حضور جزار أو أي شخص آخر مكلف بالذبح، يجب الحرص على ارتداء قناع من كلا الطرفين. كما يرجى تجنب تبادل أدوات الذبح مع الأشخاص الآخرين، وفي حال لم يكن ذلك ممكن، يلزم الحرص على تنظيف وتطهير كل الأدوات قبل وبعد التبادل. بعد الانتهاء من الذبح، يجب الحرص على تنظيف وتعقيم كل الأدوات، ورمي كل ما هو مصدر للعدوى كصف الأضحية. كما يجب الحرص على الاستحمام المباشر وتغيير الثياب لكل الأشخاص المعنيين بالذبح. في خلاصة القول، تباعد وتصح، وكذلك التنظيف ثم التنظيف ثم التنظيف.